المال براكتس ميديكال والنيجليجنس ميديكال ليست بظاهرة محلية، بل مشكلة عالمية تعاني منها جميع دول العالم. الإحصائيات أثبتت أن 5 ملايين شخص ماتوا بسبب المال براكتس ميديكال، وترجع المال براكتس ميديكال نتيجة خطأ في التشخيص أو نتيجة ممارسة عملية حديثة أو تجريبية في العلاج، أو نتيجة حالة طارئة تتطلب السرعة، أو نقص في المستلزمات الطبية، أو نقص في كفاءة وخبرة الطبيب. وبحسب الإحصائيات تعتبر المال براكتس ميديكال ثالث أسباب الوفيات في الأمم المتحدة، على الرغم من أنها أكثر إنفاقا على الرعاية الصحية بواقع 1.5 تريليون دولار سنويا. يحدث المال براكتس ميديكال عندما ينحرف مقدم الرعاية الصحية عن مستوى الرعاية. هذا الانحراف يؤدي إلى إهمال، وهذا الإهمال يسبب للمريض إصابة. يمكن للمريض رفع قضية إذا تضرر من المال براكتس ميديكال، مثل إيذاء جسدي أو إيذاء نفسي، ويمكن للمحامي مراجعة القضية وتحديد إذا ما حدث المال براكتس ميديكال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكسب القضية.